ازاي ما يبقاش في عمته اللي مش طيبه، اللي في ناس كتير قوي بتعمل برضو جاب بينها وبين العمه بدون داعي، مع ان ممكن تكون العمه دي طيبه جدا 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 ومفيش اي مشاكل ممكن توصل للاطراف الاخرى، ازاي نعالج ده؟ يعني انا شايفه اول حاجه نعملها يبقى في وعي، في وعي لاهميه العيله، ووعي كمان للزوج ان انت مراتك هي مستقبلك، هي ولادك، فلازم يكون قادر ان هو يحافظ على استقرارهم، مش سامح لأي أذى من أهله أو من أي حد بره يوصل لها، يحاول بقدر الإمكان، هي البنت نفسها تحاول بقدر الإمكان إنها تعامل أهل الزوج زي أهلها، زي ما بتغفر لأهلها تغفر لأهل الزوج برضو. لازم يكون في وعي شوية عن الاستقرار النفسي جوه الأسرة، فده هيحد كتير قوي من حتة النفسنة اللي بتحصل وعمته الحرباية والحاجات دي كلها. طيب هروح اسال هايدي، في بعض الجروبس دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بقى بين الولاد والبنات انا عمته حربايه، المصطلحات دي برضو بتكبر وبتوسع، يعني بدل ما بيكون بين الثلاثه او اربعه تلاقي الموضوع كبر وبقى 10 و20، والموضوع طبعا ايه بيتزايد وفي اعداد كبيره جدا بتسمع الكلام ده. ايه رايك في المصطلحات وفي الجو العام انه يطلع اصلا حاجه زي كده على فرد اساسي من افراد الاسره؟ لا اللي هي العمه، هي مصطلح ان انا اطلع مصطلح عمته الحربايه ده غلط، يعني هو مش احسن حاجه برضه، هو ده اللي بيخلي الموضوع بعد كده عمته الحربايه فبتتقال عمته فبتتقال عادي حتى لو بتهريج زي ما هي كانت بتقول من شويه. من قديم الازل كنا بنشوف دايما ان نسمع دايما من اهالينا كده الخاله ام، ودي حقيقه ما بيبقاش في اي مساحه بين الخاله، هي الخاله ام فعلا يعني زي الام بالظبط، ما فيش مساحه، ما فيش كسوف، ما فيش اي حاجه في الدنيا، بس برضه كنا بنسمع ان عامه كده في حساسيه ايا كان. لو كبرت على مصطلح، لو انا طفله وطالعه عارفه ان الخاله ام وان العمه حربايه، طبيعي هروح لان العمه حربايه مش هحب اتعامل معاها. لا، وطبيعي جدا اللي انا بعديه لخالتي تحت كونسبت انها زي ماما، مش هعديه لعمتي عشان هي حربايه. بالظبط كده، صح. الافكار دي بترسخ جوانا، لا هي دي الوحشه، فاي اكشن هتاخده هو وحش، اي كلمه هتاخدها لو كانت بنيه حلوه انا خدتها بنيه وحشه خلاص. ليه؟ لان انا دماغي يعني عقلي اتبرمج ان دي ما بيطلعش. انا بشوف يا عليا ان الكلام ده كله بيترتب على التربيه واللي اتقال من واحنا صغيرين وعلى العلاقه والشخصيه نفسها. يعني عايزه اقول لك ان في عمات بيبقوا طيبين جدا 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 وما بيبقاش في اصلا اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص، ومفيش الاحاسيس دي خالص اللي احنا ممكن نحسها او ممكن نقول اي مصطلح، بيبقى فيه احترام متبادل جدا في الاسره بين العمه وبين الزوجه اللي هي طبعا ممكن ترسخ او تطرح الكلام ده عند اولادها، ويبقى فيه دايما مشاكل كبيره جدا بين الاولاد وبين العمه. الشخصيه هي اللي ممكن تجبرك ان انت ما يبقاش فيه الكلام ده، ايه رايك في الكلام ده؟ شخصيه العمه نفسها؟ طبعا. هي هتخليني لو هي بتعاملني احسن معامله، مش احسن معامله، بتعاملني معامله زي ما بتعامل بنتها بالظبط كده، بنتها او بتتعامل مع امي مثلا نفس المعامله اللي بتتعامل بيها الطبيعي بتاعنا، ما طبيعي هحترمها وهتجبرني ان انا احترمها وهحبها، وبالعكس هبقى حابه ان انا علاقتي بيها تبقى كويسه، وهتدافع عنها لو الام حتى مش بتحبها. صح. انا بشوف بس انا برضه بشوف ان العمه لازم يبقى في تاتش بينها وبين الزوجه، فدايما الاولاد بيدافعوا عن الام وبيبقوا ضد الطرف الثاني. انا دايما بشوف كده، دايما الام زي الحمام عارفه، بيبقى في مواقف كتير جدا جدا من الصغر اكيد برضو الاولاد لما بيشوفوها بيشيلوا كده جواهم، عارفه انت الاحساس ان انا ايه في عدم صفاء كده 100% مش زي الخاله، مش اخت ماما. يعني انا لو خالتي اللي حصل كلاش ما بينها وما بين مامتي هتضايق منها شويه، بس هي اختها، بس العمه مش الاخت، ما هي دي بقى الفكره. بس برضو هقول لك على حاجه، زي ما احنا قلنا ان في تشابه كبير جدا في العلاقه العمه والحما، ان كمان الاطفال بيحسوا، يعني من الصغر كده لما بيكون الام كده رايحه للزياره بتاعه العم بيبقى في كده عدم راحه 100%، بيتبرمج، فده لما بيشوفوا الاطفال بيكبروا على ده. صح. فدي طبعا مشكله كبيره جدا جدا، عايزين نطرح في اولادنا الصفاء النفسي في الاسره او الاسر المصريه عشان كل الاولاد يبقى عندهم ارتياح نفسي للخاله وللعمه وما يبقاش في مشاكل. عايزه اسمع منك بقى مواقف حصلت حقيقيه انت مريتي بيها. انا مريت بيها، لا ممكن الناس مروا بيها بصراحه، يعني كعمات كويسين. انا عندي واحده صاحبتي والدها كان تعبان فتره كبيره جدا، واكشلي اللي شالهم في السنتين او الثلاثه اللي تعب فيهم ماديا وصحيا وكل حاجه كانوا عمتها، وحتى بعد الوفاه عمتها هم اللي تولوا الجواز وكل حاجه، فكانت حاجه بالنسبه لي حلوه جدا يعني. طيب عايزين بقى نصايح من هايدي ومن عليا، ازاي الناس تمحي المصطلح ده النهارده؟ بلاش عمته الحربيه،
يا عمته الطيبه زيها زي الخاله. عايزين نصايح بقى لكل الناس اللي ما عندهاش وعي. نحط اصلا ليبل على الموضوع، عمتي خالتي لا طيبه ولا حربايه. بالظبط، احنا مش عايزين المصطلحات دي، لان فعلا بتعمل مشاكل كبير جدا جدا جدا، بتعمل احزاب في العيله. عارفه انت الاحاسيس اللي ما بتبقاش حلوه، اصل ما اعرفش مين جايه، اصل مش عارفه مين، بيبقى في سبوت كده عليها ان هي مثلا شخصيه مش كويسه، او هم طلعوا كلام او بعض الاقاويل ان الشخصيه دي ممكن تكون عندها مشاكل. فاحنا مش عايزين نطرح ده في الجيل الجديد اللي بقى يطلعوا ويقولوا كمان الالفاظ دي. يعني كلمه عمته الحربيه دي لفظ مش من الالفاظ الكويسه اللي ممكن تبقى موجوده في العائلات.